اهلا بيكم اعزائي المشاهدين في حلقه جديده على قناتي قناه لايف زوف دوجز. بحييكم وبحيي كل مشتركين القناه. قبل ما ابدا حلقتي معاكم النهارده احب اقول لكم كل سنه وانتم طيبين، ويا رب سنه 2020 تكون سنه خير وسعاده على الجميع. ودعنا سنه 2019 بحلوها وبمرها، ربنا يا رب يغفر لنا ما فات كله وما مضى، وان شاء الله نستقبل سنه جديده ربنا يوفقنا فيها سنه 2020، واللي ما قدرناش نحققه في سنة 2019 بإذن الله نحققه في سنة 2020. بتمنى الخير يا رب للجميع، ونبدأ الحلقة بتاعتنا النهاردة. النهاردة موضوع حلقتنا عن قلة أكل الكلاب وأسباب انقطاع الكلب عن الأكل تماما. أحيانا كتير بتجيب الكلب وبتبدأ ان انت تأكله وبترعيه وكل حاجة، لكن تتفاجئ ان نسبة الأكل بتاعت الكلب بدأت تقل تدريجيا، وما تبقاش عارف ايه السبب ان الكلب نسبة اكله بتقل. واحيانا تلاقي فجأة الكلب انقطع عن الطعام نهائي وما بقاش بيأكل خالص، وما تبقاش عارف برضو هو السبب ايه اللي وصله للحالة دي. اول حاجة هنتكلم فيها قلة اكل الكلب مرة واحدة مش انقطاعه عن الاكل. قلة الاكل دي بتكون اسبابها انك ممكن تكون بتتصرف تصرف تلقائي بحسن نية، انك بتجيب الاكل وتحطه قدام الكلب وتسيبه وخلاص، وهو الكلب ياكل على قد ما ياكل، وبعد كده الباقي بيفضل موجود وبتبدأ ان انت تمشي وتسيب له الاكل على هذا الحال. الكلب لما بيلاقي الاكل موجود قدامه مش بيتشال نهائي، نسبة الشبع عنده بتبدأ تزيد بسرعة. ليه؟ لانه هو دايما شامم ريحة الاكل، فالشهية بتاعته بتقل بالتدريج. لكن طول ما انت بتحط له الاكل وقت معين ومدة بسيطة، او حتى بتحط له نسبة الاكل اللي هي تكفيه فقط وما يتبقاش منها اي حاجة نهائي، طول ما شهية الكلب على طول كويسة جدا، ووقت ما بتحط له اكل بتلاقيه عنده شغف على انه ياكل بسرعة وبكمية كبيرة، يبقى من هنا تقدر ان انت تقول لازم ان انت لما تحط اكل للكلب ما تحطوش قدامه وقت طويل، وما تسيبوش طول الوقت شامم ريحة الاكل علشان نسبة اكله ما تقلش مع الوقت. الكلب لما هيبدأ يكبر وانت بتحط له الاكل على الطريقة دي هتلاقي الكلب بيبقى نحيف، لانه هو خلاص اتعود ان نسبة الاكل بالنسبة له اللي بتشبعه هي شوية اللي بياكلهم، والباقي بيبقى عبارة عن ريحة بتشبعه، فبيفضل الكلب جسمه نحيف. ومهما حاولت معاه ان انت تغير الوضع بتلاقي الموضوع مش سهل، بيبقى صعب شوية، لكن تدريجيا بيختفي الموضوع ده وبيرجع الكلب لطبيعته لما انت بتلتزم بمواعيد الاكل وبنسبة الاكل اللي بتحطها له اللي هي ما يفضلش منها حاجة. الحاجة التانية اللي ممكن تلاقي الكلب نسبة اكله بدأت تقل، لما تكون انت بتعدي وقت طويل ومش بتهتم ان الاكل اللي انت بتقدمه له ده هل هو اكل صحي جدا له، ولا اكل ممكن يسبب له ديدان في معدته ومع الوقت بيظهر عنده الديدان، فبتلاقي نسبة اكله بدأت تقل لوجود ديدان في المعدة. في الحالة دي هتبدأ ان انت تدور على الادوية اللي بتستخدم للديدان زي الدورنتال والزنتال، وبعض ادوية بشرية زي البندكس والفلاجيل. الحاجات دي بتساعد على قتل الديدان في معدة الكلب، وكمان بتخلي شهيته تبقى كويسة ويبدأ ياكل كويس. لكن اهم حاجة طبعا هي طبيعة الاكل اللي انت بتقدمها للكلب بتاعك. لازم تكون الوجبة لو بتقدم له فيها لحوم او فراخ تكون عامل حسابك ان تكون الحاجات دي طازة وما تكونش يعني ريحتها متغيرة او بايتة بقالها وقت، وتبدأ ان انت تحطها للكلب علشان ما تعملوش ديدان في معدته، او ان انت تجيب له مثلا عيش، والعيش اللي هو الخبز يعني تدهوله ويكون فيه عفن او حاجة زي كده، دي برضو ممكن تبقى زي مادة سامة انت بتقدمها للكلب، او غير انها ممكن تسممه ممكن في نفس الوقت برضو تعمل له بكتيريا وديدان في معدته. يبقى من هنا تقدر تخلي بالك من حاجتين: مدة الاكل اللي بتحطها قدام الكلب، والحاجة التانية ان يكون الكلب عنده ديدان في معدته. دول حاجتين ممكن يأثروا على شهية الكلب وتخليه ما يأكلش بنسبة كبيرة جدا. الحاجة التالتة اللي ممكن برضو تأثر على شهية الكلب وتخليه يأكل بنسبة قليلة، انت اشتريت جارو لسه صغير وبدأت ان انت تأكله نسب اكل صغيرة مش كتيرة، بتبدأ معدة الكلب برضو انها تتعود على النسبة اللي هو اتعود عليها وبدأ يكبر عليها، فمش بتلاقي جسم الكلب بيزيد، لكن هو خلاص معدته خدت على نسبة
صغيرة فاتعود على كده فمش هتلاقيه بيزيد، فتلاقي نسبة شهيته بتقل لما تحط له شوية أكل زيادة شوية، تلاقيه ياكل كمية بسيطة ويسيب الباقي لأن هو خلاص اتعود على نسبة معينة هو بيبدأ ياكلها. طيب انت دلوقتي حصلت المشكلة دي عندك وعايز ان انت تعالجها وتخلي الكلب يبدأ ياكل بنسب أكبر شوية علشان تحس ان هو جسمه بيزيد أو بيتخن والحاجة دي، هتعمل ايه؟ هتزود عدد الوجبات. هنقول احنا مثلا بندي للكلب وجبتين في اليوم، كل وجبة مقدار نص كيلو، هتبدأ ان انت تقسمهم 4 وجبات، كل وجبة عبارة عن ربع كيلو، انت قسمتهم في اليوم على 4 مرات، هيبقى المسافات ما بين كل وجبة ووجبة ما تبقاش بعيدة قوي، يعني بدل ما انت كنت مثلا بتديله وجبتين كل واحدة مثلا الصبح الساعة 9 وواحدة الساعة مثلا 5 المغرب، لا هتخلي مثلا واحدة الصبح الساعة 9 وواحدة بعديها الساعة 12 وواحدة الساعة 3 وواحدة الساعة 6. ال4 وجبات دول هيوسعوا معدته شوية بالتدريج، وهتبدأ ان انت تزود له كمية الاكل بالتدريج من ربع كيلو تخليها نص كيلو وهكذا، لحد لما تلاقي بدأ الكلب ياكل نسبة اكبر شوية وتبدأ معدته توسع وتتأقلم على نسبة اكل اكبر شوية، فيبدأ ان هو جسمه يزيد. حاجة اللي هي بقى ممكن تأثر على الكلب وتخليه يفصل الاكل نهائي، الحاجة دي اللي هي طبعا لازم يكون الكلب اتصاب بمرض، سواء برد سواء برف سواء اي شيء بيبدأ العرض بتاع الكلب لما بيظهر عليه مرض انه بيفصل عن الاكل نهائي. طالما في فصلان عن الاكل يبقى معنى كده ان الكلب فيه مرض اتصاب بيه، فبتبدأ في الحالة دي ان انت على طول تروح لأقرب دكتور بيطري وتشوف هو الكلب عنده ايه مشكلة هو بيعاني منها، وتبدأ ان انت تشوف العلاجات اللازمة علشان تقضي على المشكلة دي. يبقى احنا كده عرفنا ان قلة الاكل بتكون متوقفة على 3 عوامل، يا اما نسبة اكل بسيطة، يا اما في ديدان في المعدة، يا اما الكلب بيتحط قدامه اكل وقت طويل. انقطاع الكلب عن الاكل نهائي ده بيكون بسبب مرض اتصاب بيه الكلب، علشان كده بيفصل عن الاكل نهائي. بكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا النهاردة، يا رب نكون استفدنا بالحلقة دي. ما تنساش اللايك والشير وتفعيل الجرس عشان يوصلك كل جديد. لو عايز اي استفسار او حابب ان انت تتابعني على الانستجرام هسيب لك الرابط اسفل الفيديو، وكمان هتلاقي روابط صفحتي على الفيسبوك. وشكرا ليكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.